بصدى بسم الله الرحمن الرحيم. احتفل في قصر بيان صباح اليوم بتسلم حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه أوراق اعتماد كل من السفير آن كلير لوغاندر سفيرا للجمهورية الفرنسية. سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى دولة الكويت السابقة. عماد السفير روج تامون فاكول سفيرا لمملكة تايلاند. سامحك لي أقدم لك أوراق اعتمادي كسفير لمملكة تايلاند لدولة الكويت طويل العمر. وتسلم سمو حفظه الله أوراق اعتماد السفير محمد نوردين بندوسينا نور لوموندوت سفيرا لجمهورية الفلبين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Your Highness, I have the honor and privilege to present to you the letter of credence which the President of the Republic of the Philippines, President Rodrigo Rua Duterte, appoints me as Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines to the State of Kuwait. أوراق اعتمادي من فخامة رئيس الفلبين رئيس دوتيرتي كلفني في أني أكون سفير لجمهورية الفلبين لدرجة دولة الكويت. تفضل دكتور. وتسلم سموه رعاه الله أوراق اعتماد السفير مانيليسي باولوس جينجي سفيرا لجمهورية جنوب أفريقيا. صاحب السمو تسمح لي أن أقدم أوراق اعتمادي من الرئيس ساموفوزا إلى سموكم كسفير لدولة الكويت. And also, Highness, I'm presenting a letter of recall of my predecessor. وأيضاً أحمل رسالة لاستدعاء السفير الذي سبقني. Please.
كما تسلم سموه رعاه الله أوراق اعتماد السفير عظمات بريديباي سفيرا لجمهورية كازاخستان. وتسلم سموه رعاه الله أوراق اعتماد السفير الهاشمي عجيلي سفيرا للجمهورية التونسية. السفير ريموند سارسيرو سفيرا لجمهورية مالطا. طبعا اسمح لي انقل لك تحيات جمهورية مالطا واسمح لي اني اقدم لك ورقة اعتمادي. وذلك كسفراء لبلادهم لدى دولة الكويت حضر مراسم الاحتفال وزير الشؤون الديواني الأميري الشيخ علي جراح الصباح ووزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر لمحمد الصباح ورئيس الديوان الأميري الشيخ مبارك فيصل السعود الصباح ونائب وزير الشؤون الديواني الأميري الشيخ محمد عبد الله المبارك الصباح ووكيل الديوان الأميري ومدير مكتب حضرة صاحب السمو أمير البلاد أحمد فهد الفهد ورئيس المراسم والتشريفات الأميرية الشيخ خالد العبدالله الصباح الناصر الصباح.